وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة استثنائية مع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام الديار الليبية حفظه الله تعالى، حول شبهات حول الانتخابات التي كثر الجدل حول هذه الانتخابات. وإن شاء الله تعالى سيكون معنا الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية للرد على هذه الشبهات. حيا الله الشيخ، حياك الله، مرحبا بك شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب حفظكم الله، يعني بعض الشباب يقول يجب الوقوف ضد هذه الانتخابات ولو بالقوة، لأن هذه من مسائل العقيدة ولا يجوز التهاون فيها، لأنها تؤدي إلى أن يحكمنا يعني من لا يريد حكم الله عز وجل، فكيف نرد هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هو أولا هذه المسألة بحيث لا نظلم أحد، نريد أن نبين موضع الخلاف أو موضع اللي هو يقولون محل النزاع، محل النزاع زي ما يقول العلماء. لأن إذا لم يتحرر محل النزاع يبقى كل إنسان هو يعني متخندق في صف ويتكلم خارج محل الخلاف، ويبقى تنشب معارك كلامية وحجج وأدلة ولكن في غير محلها. وهذا لا ينبغي. إن كانوا يريدون بأن مسألة الانتخابات هي مسائل العقائد، بمعنى أن الديمقراطية الغربية غير مقبولة التي تسعى أو تهدف إلى تحكيم القوانين الوضعية ومخالفة شرع الله عز وجل، فهذا بكل تأكيد الشعب الليبي كله لا يريده ويرفضه، ويرفضه بشدة وبقوة. والانتخابات هي لم تجرى لهذا الغرض، لأن الأساس اللي من أجله الليبيون الآن يحرصون على أن يشاركوا الانتخابات هو مبني على أن يختاروا حكاما صالحين يقيمون العدل والحق ويقيمون الدين ويحكمون بشرع الله ويدرؤون المفاسد ويجلبون المصالح. هذا هو الهدف اللي من أجله أسست هذه الانتخابات. فإن كانوا يقصدون أن هذه المسائل بهذا المعنى والانتخابات بهذا المعنى هنا هي من مسائل العقدية التي يجب منعها وردها، فهذا كلام باطل لا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا يقبله أحد. وإن كانوا يريدون أن الانتخابات بمعنى أنها هي اختيار الناس اللي هم غير مسلمين وغير لا يريدون حكم الله ويحكمون القوانين وكذا، فهذا نوافقهم على ذلك، ولكن ليس هذه الانتخابات هي التي نريدها. الآن الشعب الليبي لأول مرة أتيحت له فرصة يعني حرية الاختيار في أن يختار أصلح من يحكمه، فهذه فرصة تعد فرصة ذهبية. لا يجوز لهم أن يضيعوها. لأن إذا كان المنتمون إلى الشرع وإلى الدين وإلى الحق يقولون لا نشارك في هذه الانتخابات، معنى ذلك أنه سيشارك فيها ناس آخرون لا يريدون تحكيم شرع الله عز وجل، وستكون الخسارة لمن هم الآن يقولون لا نريد الانتخابات وهم يحرصون على تحكيم شرع الله، لأن الكأس ستملأ قطعا هكذا ولا هكذا شئنا أم أبينا، فإذا لم يملأها بالحق فستملأ بالباطل. الآن إن كان الانتخابات هي كما يريدها الشعب الليبي لاختيار الأصلح ولإقامة الحق والعدل، فهذا هذه المشاركة فيها واجب شرعي في عنق، لأنه إذا تأخرنا وتركنا هذا يعني سيملأ الفراغ هذا أو ناس آخرون. وسيحل الظلم والعسف والقهر والاستبدال اللي فمسألة أما أن يقولوا أن الاختيار والانتخاب بهذا المعنى الذي نريده هو مسائل العقيدة، فكلام هذا لا أساس له،
لأن هذه هي وسيلة لاختيار ولاة الأمور. نعم. وسيلة لاختيار ولاة الأمور الأصلح منهم يتولانا. نعم. فإذا كان يقول أن اختيار الإمام ولا اختيار ولي الأمر هو مسائل العقيدة فكلام هذا لا نعم. يقوله إلا الرافضة. كان يدعون إلى دعوة الرافضة والشيعة. نعم. لكن جماهير علماء السنة وعلماء المسلمين نعم. يقول أن مسائل الاختيار والاختيار القرآن وأنهم شرع بينهم. هذه من المسائل الفروعية، مسائل نعم. الواجبات نعم. الكفائية. بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل ربما الآن بعضهم يقول هذه مسألة مجمع عليها مجمع على ما هي. أقول بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن هذا الانقطاع الخارج عن الإجابة ونعود لسماحة الشيخ فضيلة الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله تعالى في هذا أو في هذه الحلقة الاستثنائية رد شبهات حول الانتخابات. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، توقفنا عند موضوع الإمامة وأنها كانت من أصعب الأشياء في هذه الأمة، يعني سلت فيها السيوف وغير ذلك. نعم. تفضل شيخنا. يعني الدعوة أن مسألة هي من العقائد والمجمع عليها هذا نعم. كلام غير صحيح نعم. لأن هذه المسألة مسائل الفروع، اختيار يجب على الناس أن يختاروا ولاة أمورهم بوجه صحيح بمقتضى ما أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم نعم. ولكن لا ترقى هذه المسألة أن تكون هي جزء من عقيدة، ليس إلا الشيعة والروافض والإمامية هم الذين يقولون إن الإمامة والخلافة هذه من أركان الإيمان، لأنهم يرون أن تعيين الخليفة هو بأمر من الله عز وجل وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معصوم وأنه معصوم إلى خلافة نعم. وأنه في مرتبة الأنبياء نعم. هذا كلام لا أساس له من الصح وكلام صحيح. باطل صحيح. فكان الناس يعني يقولون هذا الكلام، يعني هذا اتجاه غير صحيح. أنها من مسائل العقيدة، هي من مسائل الفروع تماما، من الأشياء الواجبة وجوب كفاية على الناس، لابد أن يكون فيهم من يتولى أمرهم بالعدل والحق. وأما الديمقراطية اللي يتكلموا عنها ربما هذه الذي يقصدونها وأن هذا بالإجماع لا يجوز الوفاق عليها ولا قبولها نعم. هذا نسلم معهم فيه ونقول لسنا يعني ليس هذا وطالبنا، وليس الانتخابات هي لهذه الديمقراطية بمعنى فصل الدين على الدولة وأن نعم. إبعاد شرع الله عز وجل على الحكم وأنه لابد من حكم القوانين الغربية والقوانين الوضعية. هذا كلام لا يقبله الشعب الليبي، وليست الانتخابات التي تجري الآن هي من هذا في صدر ولا ورد. ولذلك عندما يتحرر النزاع هكذا يجب عليهم أن يعلموا أن الإقبال على الانتخابات هو من أجل اختيار الأصلح لدرع المفاسد وجلب المصالح ولتحكيم شرع الله عز وجل والحكم بما أنزل الله. وهنا يكون المشاركة تكون المشاركة واجبة نعم. لا شك في ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به وهو إقامة شرع الله وإقامة الحق والعدل في الأرض، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نترك هذه المسألة وبالكلية، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم نعم. من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، وفي رواية من مات وليس في رقبته بيعة خلع ربقة الإسلام من عنقه. ربقة الإسلام معناها الربقة هي الحلقة في الحبل أو المشروطة وكذا نعم. توضع في عنق الدابة وفي رجلها، فكأنك يعني خلعت الأركان الإسلام وابتعدت عنها، وكل ما يتطلب منك الإسلام كله ابتعدت عنها نعم. فهذه الأحاديث تبين لنا أن لابد من المشاركة لهذا الغرض، تنصيب وهو الإمام بهذه الطريقة هذه. تنصيب نعم. الإمام بهذه الطريقة نعم. والناس إذا تركوا هذا الأمر وتخلوا عنه مع ذلك ستكون العواقب وخيمة، وسيتولى عليهم من لا يريد حكم الله عز وجل فيهم، وسيكون بعد ذلك الظلم والقهر، وسيجني الناس بعد ذلك ثمار هذه السلبية وهذا لعل الشيخ بعض الناس اعتاد على أن يجلد أو اعتاد أن يعيش في هذه الأجواء، يعني في أجواء الظلم والقهر، يعني هذه مشكلة كبيرة يعني تحتاج إلى العلاج، يعني تحتاج إلى العلاج صحيح. لكن هي أنا أرى أن عامة الناس إذا حصلت منهم سلبية فهي سلبية غير مقصودة نعم. لكن الناس الذين يدعون هكذا بقوة إلى ترك أو يعني ألا يشارك الناس في الانتخابات ويسمون هذه مسائل عقيدة وهذا حرام وكذا الشيخ نعم نعم. هو هناك من ادعى الإجماع يا شيخ، حرمة الإجماع، أجمع العلماء على حرمة الانتخابات هذه، أجمع العلماء قال لم يعرف يعني عن أحد من علماء السنة أنه قال بهذا. هذا شيء في غاية الغرابة. إن كان يقصد الإجماع السلف فلم يكن هناك حاجة بهذه الصورة
في عهد السلف، كانت هناك شورى وانتخابات، وهذه هي التي يعني اللي يجب ان نفهمها. نعم. الله عز وجل امر بالشورى، والشورى هي اتخذت صور متعدده حتى في عهد النبوه وحتى في عهد الخلافه الراشده، لم تكن على صوره واحده، لم تكن قالبا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه مثلا عند خروجه الى غزوه بدر بطريقه، قال اشيروا علي ايها الناس. شاور اصحابه في غزوه حنين بطريقه اخرى. نعم. قال ارجعوا الى عرفائكم وتشاوروا ثم ليرفع لي عرفاكم ما وصلتم اليه، هذه طريقه اخرى. شاور ايضا بطريقه اخرى في العقبه، يعني طلب من الانصار ان يرجعوا الى قبائلهم وبطونهم وينتخبوا 12 نقيبا، هي طريقه اخرى، طريقه نعم. للانتخاب، طريقه للشورى. نعم. في عهد الخلافه الراشده الخيار والشورى التي حصلت في اختيار سيدنا ابو بكر في السقيفه، غير اللي تمت من عمر رضي الله تعالى عنه انه اختار سته وجعل الامر اليهم ان يختاروا بينهم ثم يشاوروا الناس. نعم. غير في ما حصل في سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. فالمسائل يعني هذه فيها مرونه، الامر انك انت تحرص على ان تختار الاصلح باي نعم. صوره كانت. يعني ما الذي جعل الشورى المباشره في اختيار سيدنا ابو بكر في السقيفه حلال، والشورى التي تكون عن طريق صندوق الاقتراع تكتب اسم الشخص الذي تريده وتضع فيه صندوق، ما الذي جعل هذا حلال ولا حرام؟ هل نعم. يعني نعم. ما الذي حرم الصندوق؟ ما علاقه التحريم بالصندوق؟ نعم. هل لانه تام الغرب كما يقولون؟ طيب اذا كان الصندوق اتم الغرب وحرام، فكيف نفعل بالسياره؟ لماذا السياره حلال لا تتم الغرب والصندوق حرام؟ نعم، هذه مشكله. نعم شيخنا كريم بارك الله، ما علاقه خطاب هؤلاء الشباب هذا بطاعه ولي الامر؟ ما علاقه خطابهم هذا بطاعه ولي الامر انها يعني القوه ومسائل الاعتقاد لا يجوز التهاون فيها؟ كيف هذا امر ايضا في غايه الخطوره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث صحيحه كثيره من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى لا حجة له، يعني ليس له عذر عند الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا وجوب الطاعة، السمع والطاعة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في حديث. نعم. الفتنة. نعم. حذيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع إذا إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع. نعم. وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطيع. نعم. فالآن معاندة الدولة. نعم. الدولة وضعت نظام وأوجبت على الناس أن يشاركوا بحيث يختاروا اختيار صحيح، ثم يقوم جماعة ويقول لا هذا ممنوع ونمنع هذا حتى بالقوة. نعم سمعنا هذا. نعم نعم. هذا نعم. يعد من خروج على ولي الأمر. نعم. يعد من الخروج على الطاعة. بل الخروج حتى أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة. نعم. من طاعة لطاعة نكرة في سياق نفي. نعم. أي طاعة كانت في العموم يعني صغيرة أو كبيرة. نعم. يعني فإذا كان أنت تأتي في مسألة من أهم المسائل اللي تتعلق مصير الدولة واختيار الأصلح فيهم والأحسن فيهم لتحكيم شرع الله، وتقول لا أنا أمنعها لهوى في نفسك أو لفتوى تسمعها شاذة من هنا أو من هناك، ثم تدعي الاجماع، ما زال مساله الاجماع هذه مشكله. الاجماع. نعم. اذا ان كان يتكلمون عن عهد السلف، ليس هناك في عهد السلف صناديق اقتراع وبهذه الصور الموجوده. نعم. وكان يتكلمون عن علماء العصر، فعلماء العصر بفضل الله الذين هم على منهج السلف الصالح الذين تدور عليهم الفتوى. نعم. كلهم افتوا بوجوب المشاركه لاختيار الاصلح ودفع المفاسد ما امكن. صدرت فتوى من الشيخ محمد العثيمين رحمه. نعم. الله رحمه من الله الشيخ تعالى. الألباني من الشيخ بن باز كلهم. من نعم. الشيخ السعدي من الشيخ محمد أحمد شاكر. نعم. كلهم أجمعوا على إذا كان. نعم. هذا ليس إجماعا أين الإجماع؟ نعم. يعني دعوة الإجماع معناها أن يتفق جميع الأمة على أمر من الأمور بحيث لا يختلف فيه أحد. نعم. وهؤلاء المشاهير في الأمة أفتوا بوجوب المشاركة، جاتهم أسئلة مباشرة حول الانتخابات في الجزائر، انتخابات في الكويت، انتخابات في مصر، كلهم أفتوا بوجوب المشاركة لغرض اختيار الأصلح. فأين أتى الإجماع؟ الإجماع أتى من شيء يعني في عقول هؤلاء الناس، وربما يعني لا يعترفون إلا بشيخ أو اثنين أو ثلاثة. نعم. شيوخ يفتون. نعم. فتاوى. نعم. شاذة. نعم. شاردة لا. نعم. تتفق مع العصر ولا تتفق مع العلم ولا تتفق مع الدليل، مع الواقع ولا تتفق ولا مع الواقع مع يعني. الواقع. نعم. فهذا دعوة الإجماع دعوة لا أساس لها من الصحة. نعم. لأن دعوة الإجماع معروف عند العلم ما معناه.
ودعوى أنها من باب العقيدة، ليست أيضا كذلك ليست من مذهب أهل السنة والجماعة، وإنها من مذهب ذهب الرافضة. وأما كون الانتخابات معني بها أنك تنتخب من يفصل الدين عن الدولة، فهذا لا نقول به ولا ندعو به. صحيح. إذن الأمر واضح بيننا وبينهم. نعم شيخنا الكريم، لاحظنا أن يعني عامة الناس حقيقة يشكون مما يفعله يعني بعض الشباب في المساجد من عزل الأئمة المعتمدين عن وزارة الأقاف، و يتولوا بأنفسهم للإمامة بالقوة، ويخالفون يعني مثلا ولي الأمر هو وزير الأوقاف، مثلا عندما الأوقاف تبعث بخطب معينة مثلا يخطب بها الناس، يعني تحث على مثل هذه المسائل. وحضرتكم وفضيلتكم بارك الله فيك أصدرتم بعض المطويات وبعض الفتاوى، يعني أليس الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم. أولي الأمر منكم شيخنا، أليس هم العلماء والأمراء؟ نعم بلى. يا هذه المسألة أيضا لا أدري كيف هم الآن، في تناقض عجيب في هذه المواقف. نعم. هؤلاء الناس في فترة الظلم والقهر والعسف، وكان عندما كان النظام يسميهم زنادقة ويودعهم السجون، وهم إخواننا من أهل التدين، وكنا في ذلك الوقت نتألم لألامهم. نعم صحيح. وعندما صحيح. كانوا يقال لهم هذا منكر، عليكم أن تنكروا هذا المنكر، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حذيفة في الصحيح مسلم وفي غيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون الفتن وكيف أصنع إذا أدركت ذلك، قال تسمع وتطيع، وإن جوي ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطيع. نعم. يعني عندما كان الظلم يعني صريح والكفر بواح. نعم. من الحاكم في ذلك الوقت. صحيح. الذي يعني ما ترك شيء من أمور الدين إلا وهدمه وسفه وسخر منه، سخر من النبي صلى الله عليه وسلم، سخر من القرآن، سخر. نعم. من السنة، أنكرها. نعم. حلل الحرام، حرم الحرام، كانت لافتات عريضة على الطريق السريع لا تخطئها العين. نعم. كلها تحل الحرام وتحرم الحلال، تحلل الربا وتحرم التجارة والبيع والشراء اللي حل الله عز وجل بالنص. عندما كان هذا كله موجود ويرونه ويشاهدونه، كانوا يقولون يجب طاعة ولي الأمر. نعم. فلما جاءهم الآن نظام يقول لهم نريد أن نحكم شرع الله، لكن نريدكم أن تختاروا بأنفسكم من هو الأصلح. نعم. ليحكم شرع الله فيكم. نعم. خرجوا عليه وقالوا لا نقبل وزارة الأوقاف عملت مثلا نظام يجب العمل به حيث تستقر المساجد. صحيح. خطباء. صحيح. والأئمة. صحيح. والدروس. نعم. فهم يأتون المسجد بالقوة هكذا ويبعدون. نعم. الإمام ويبعدون الخطيب. نعم. ويولون من أنفسهم خطيبا بدله أو مدرسا بدله، يعني هذا استلاب بالقهر وبالقوة على بعض ولايات الدولة ومناصب الدولة. نعم. هذا خروج هذا لا يختلف عن الناس الذين أتوا متى إلى رئاسة الوزراء بالسلاح المدججين ويقول لابد أن تعطونا المال أو نقتل أو نضرب. نعم. هذا. نعم. لا يختلف تماما، لأن هؤلاء أيضا يأتون بالسلاح ويقول لابد أن نفرض أفكارنا هذه التي نؤمن بها ونعتقدها وتأتينا من شيوخنا الذين هم يتعصبون لهم، وإلا أن نقتل أو نفعل أو كذا. نعم وصرحوا بذلك شيخ الحبيب بارك الله فيك. صرحوا بي. نعم ذكر لأحد قال نحن نضرب بالسلاح، يعني مستعدين نضرب بالسلاح يعني هذا. هذه إشكالات كبيرة. هم يعني شيخنا الكريم في الحكم السابق توقفوا عن القتال يعني حفظا للدماء، والآن هم يهددون ويقول نحن ممكن نستعمل السلاح، فما ما لا يعني ما التناقضات يا شيخ؟ هذه تناقضات يعني ليس فيها إلا اتباع العصبية واتباع الهوى وليس اتباع الدليل. نعم. إن كانوا يريدون اتباع الدليل، فالدليل هو ما ذكروه عندما كان القذافي موجود، اسمع واطع. لكن ما لم ترى كفرا بواح، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الأئمة أن نقاتلهم قال لا ما صلوا، لا إلا أن تروا كفرا بواحا. نعم. كان الكفر. نعم. بواحا. نعم. وكانوا يقولون للذين يقاتلون هذا الظالم الذي نطق بالكفر البواح، كانوا يسمونهم خوارج ويسمونهم يعني. صحيح. صحيح. نعم. يصفونهم. نعم. بكل. نعم. الصفات. نعم. ولا يقبلون، ويقول لمن يستفتيهم إلزم بيتك ولا. بالضبط. لما الآن تغير الحال والناس تريد الإصلاح وتريد سنحت الفرصة يا شيخ، وتحت. نعم. فرصة ربما لا تتاح مرة أخرى أبدا، لأنه إذا الآن تركوا هذه الفرصة. نعم. ومكنوا من لا يريد تحكيم شرع الله، مكنوه من
أن يستولي هذه الانتخابات وتكون الأغلبية منهم، فسيحكمهم بعد ذلك مثل ما كان يحكم، لأن الناس أتباع القذافي لا يزالوا موجودين في البلد. صحيح. فإذا تخلى أهل الخير وأهل الفضل على اختيار من هو الأصلح فهم سيتقدمون ويختارون من يريدونه، وقطع لا يدى من يحكم شرع الله فيهم، وسيحكمهم العسف والظلم والقهر والاستبداد والقوانين الظالمة، وعندها من يكون الرابح؟ عليهم أن يرجعوا إلى عقولهم، لأن هذه فرصة أتيحت لهم، وعليهم أن يتقوا الله، لأن هذه مسألة الآن اجتهاداتهم هي اجتهادات خاطئة لا شك في ذلك، ليس فيها شيء من اتباع الدليل. صحيح. وإنما هي اتباع هوى. وفي الواقع هم يتعصبون لفتاوى من شيوخ معدودين في العالم الإسلامي جدا، إلى درجة أن العلماء الذين تدور عليهم الفتوى، وذكرنا بعضا منهم قبل قليل وأنهم أفتوا بوجوب المشاركة، الآن عندما سئل هؤلاء الذين القلة الذين ينتمون إليهم ويحذرونهم من الانتخابات وأنها يجب مقاومتها، عندما سئلوا قال لهم كيف هناك فتاوى صدرت من شيوخ علماء توجب المشاركة، ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم هؤلاء لو اطلعوا على ما تؤدي لهذه الانتخابات من فتن ومن ضلال ومن ظلم ما كانوا وفدوا. سبحان الله. ففي الواقع هذا تسفيه للعلماء السابقين واتهامهم بالغباء وأنهم غير قادرين على ينزلوا الفتاوى على الواقع. نعم. إنهم كانوا يقولون أنهم أفتوا فتاوى خاطئة. نعم. ولا يعلمون الواقع، ولو علموا الواقع لا يعني لما أفتوا بهذه الفتاوى. شيخنا الحبيب حفظكم الله، يعني أليس حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ مثلا القاضي أو المفتي البلاد عندما يفتي ويعرف النوازل ويعرف الواقع الموجود في البلاد، يعني المفروض الناس ترجع إليه في الفتوى ويرجعون إليه في مثل هذه المسائل. هذا واجب شرعي، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في المعروف. نعم. وهذا من المعروف، لأن هذه الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يقام بها الحق والعدل في هذه البلاد. فالخروج على هذا الأمر غير جائز شرعا. ومن جملة التناقضات أنه عندما كان الضلال والكفر والفساد كانوا يقول لا يجب علينا أن نناصح ولي الأمر، أن نخرج عليه، ومناصحة ولي الأمر سراً إنما تجب في السر لا تجب في العلن. نعم. وهي دعوة أيضا دعوة باطلة، دعوة ولي الأمر تكون في السر وفي العلن. نحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات مشهورة في الحديبية وفي بدر كانوا يقفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمونه فيما يرونه أنه ليس ينبغي، كان يشاورهم حتى أحيانا لا يشاورهم. اعترض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اعتراضهم خاطئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا عن الوحي وهم تكلموا عن اجتهاد، لكن الغرض أنهم تكلموا في محضر الصحابة ولم يختلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين له الأمر سرا، وكذلك في غزوة بدر. نعم. فكون النصيحة لا تكون إلا سر لوات الأمور، هذا كلام غير صحيح. النصيحة تكون بما هو أصلح وبما هو أنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح. نعم. أن أفضل الجهاد يعني كلمة حق عند سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى أمير فأمره ونهاه فقتله. هذه كلها تدل على ان المناصحه لا يجب ان تكون سرا. فهم الان يعني عندما يقول المناصحه تكون سرا وتركوا المناصحه في ذلك الوقت، لا تركوها سرا وجهرا، الان لم يلجوا الى المناصحه. لو لجوا الى المناصحه هذا امر مقبول منهم ومقدر منهم، لكن لجوا الى السلاح، يذهبون الى وزاره الاوقاف ويقول لا لابد ان نفرض انفسنا بالقوه. نعم. ياتون الى الانتخابات ويقول لا لابد ان تمنع الانتخابات بالقوه. نعم. هذا يسمى خروج. هذا يسمى خروج على ولي الامر وليس هو مناصحه. نعم. شيخنا الحبيب، هم بعض الشباب حقيقه المدين يدعو الى المقاطعه بحجه ان الانتخابات كما ذكرت وافده من اليهود النصارى ونحن امرنا بمخالفتهم، فهل هنا تعتبر مخالفه او يعني هل هذا كلام في غايه السطحيه؟ ويعني بالعكس هناك أشياء ترد إلينا من الغرب يجب علينا أن نأخذ بها. نعم. مثلا الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الناس يجاهدون على ظهور الخيل بالسيوف. نعم. الآن الدبابات والطائرات والصواريخ تأتينا من الغرب، فنقول هذه وافدة إلينا من الغرب ويجب أن نقاتل أعداءنا الآن بالظهور على ظهور الخيل. الآن عندما إنسان يرجع إلى بيته
أينما اتجه لا يجد إلا شيء أتاه من الغرب. هؤلاء الناس الذين يفتون هذه الفتاوى لو دخلت إلى بيوتهم لوجدت 70% 80% من مقتنياتهم كلها واحدة من الغرب. نعم. ابدأ من الثلاجة، من السخان، من الكهرباء، من التليفون، من التلفزيون، من الانترنت، من يعني من الدواء الذي يأخذه. نعم. يعني هذه المسائل، ما الذي نعم. حلل هذا وحرم هذا؟ يعني صندوق الانتخاب حرام، البطاقة الانتخاب حرام، والسيارة والطيارة والتلفزيون والمسائل الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، هذه مسائل من السياسة الشرعية. نعم. مرة صلى الله عليه وسلم بناس يؤبرون النخل، فقال لو تركتموه لصلح، فتركوه فشاص، فاشتكوا إليه فقال أنتم أدرى بشؤون دنياكم. ثم قال بعد ذلك في رواية أخرى إن كان ذلك ينفعكم فاصنعوه. يعني مسألة مبنية على النفع، هذه من السياسة الشرعية، الإنسان يأخذ فيها بما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أشياء كثيرة هي أتتهما اليهود والنصارى في ذلك الوقت لأنه رآها نافعة. أخذ بحفر الخندق حول المدينة عندما هاجمت الأحزاب، يعني استعمل الخاتم لما قاله الفرس، يعني الفرس لا تقبل الكتاب إلا مختوما. استعمل عمر بن الخطاب الدواوين، والديوان هذه كلمة فارسية ليست حتى كلمة عربية. استعمل عمر الدواوين اللي هو الإرشيف والمحفوظات والتسجيل. هل كان ذلك بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، غير موجود. نعم، غير موجود. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا أشياء كثيرة أتتهم. نعم. وجدوها نافعة. لبسوا اللباس الكسراوي والكسراني والرومي والجباب والقباب والخفاف والقلنسوات والطيالسة، يعني أشياء كلها أتتهم من الغرب، من الروم ومن الشرق ومن الفرس، ومع ذلك قبلوها لأن كان فيها نفع ولم يرفضوها. نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيك، هي بعض الإشكالات عند بعض الناس أن في الانتخابات يعني تسوي أو يتسوى فيها في حق التصويت بين العالم وغير العالم، بين التقي والفاجر، الرشيد والسفيه، ولا يشترط لهذا التصويت أهل الديانة، بل قد نجد من لا يصلي داخلا فيها. هذه بعض الإشكالات الموجودة. يعني هذا لا إشكال في ذلك، لأن حتى الذين يقول بأن الاختيار يكون من أهل الحل والعقد، هو كما معلوم أنه لم يرد في السنة ولا في القرآن هذه التسمية الحل والعقد. نعم. والناس اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، من حضر منهم حضر، لم يشترطوا شروطا في من حضر وبايع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فحتى لو سلمنا بأن هذا الاختيار يتم بالحل والعقد، من هم الحل والعقد؟ مختلفين فيه، قيل أقلهم 2، قيل أقلهم 3، قيل 4، قيل 40، قيل أهل العلم، قيل أكثر الناس، قيل جميع الناس. يعني مسألة هذه ليس فيها نصوص. نعم. واضحة من القرآن والسنة حتى تكون مخالفتها يعني خطأ وتكون غير موافقة للشرع. الناس لهم أن يختاروا، لكن عليهم أن يختاروا الأصلح. نعم. والذي لا يعرف عليه أن يستشير بحيث يكون اختيار صحيح، لأن هذه مسؤولية في عنقه. نعم. لابد أن يتحرى فيها بحيث لا يصعد إلى هذا المكان اللي بيتولى ولاية الناس والإمارة فيهم وحكم، لا بد أن يتوفر فيه الشروط الشرعية. طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك، إذا تقدم في الدائرة الواحدة مثلا أكثر من كفؤ، ما الواجب عمله؟ يعني مثلا يتكلم عندي ثقات في الدائرة الواحدة كثير من الناس، فما العمل إذا في هذه الحالة؟ هذا يجب على الدوائر والمراكز والناس والعقلاء وأهل الحل والعقد كما قلنا، وإلا الأعيان البلد والمشايخ وخطباء الجمعة مثلا. نعم. أو أعيان القبائل في كل دائرة انتخابية. نعم. عليهم أن يجلسوا ويختاروا أولا عند الترشيح أحسن الناس فيهم ديانة وأمانة وصلاحا وإيمانا بما يريده الناس وهو تحكيم شرع الله عز وجل. نعم. مع الخبرة والعلم والمعرفة. يختاروا مثلا، ووجدوا كل واحد يختار شخص ويرشح شخص، اجتمع عندنا مثلا 30 أو 40، بعد ذلك نأتي بهذه الأعداد ونأخذ سيرة الذاتية ونبقى ننتقي في الشروط، من اللي توفر فيه أكثر شروط هي أصلح لهذه الولاية. نعم. هناك شخص يكون خريج مثلا ومتخصص وفي الوقت نفسه متدين وصاحب أمانة، لكن يأتي شخص والناس يشهدون فيه يقول لا والله معاملة المالية ليست على الوجه الصحيح، هي تبقى نقطة سلبية فيه، يجب نضعه في القائمة بهذه النقطة السلبية. هناك مثلا اجتمعوا ناس توفرت في مادة الشروط كلهم،
العلم والخبرة والأمانة والديانة والأمانة العلمية وإلى آخره والمالية إلى، لكن هناك شخص يلاحظ عليه أنه إنسان منضبط دقيق في حياته صارم. يعني الآن اللي يعاني منه هو السلبية. نعم. ليس الناس كلهم الآن اللي يتولون السلطات حتى في هذا الوقت ولا نعم. في غيره، نعم. أن كلهم مثلا لا توفيهم الأمانة ولا الديانة، هم أمناء وأصحاب دين ومجاهدون، نعم. لكن كل ميسر لما خلق له. أحيانا تبقى حياته هكذا فيها نوع من الإهمال، عدم الحزم، عدم القدرة على اتخاذ القرار. فعندما تتوفر شروط ويتساوى الناس في الشروط، لابد أن نبحث أيضا عن هذه النقاط، نعم. لأن نريد الإنسان الحازم العاقل الذي يستطيع أن يتخذ القرار في الوقت المناسب ولا يتأخر فيه. كذلك إذا اجتمعوا مجموعة وتوفرت كل هذه الشروط، ننظر في ماضيهم السابق كيف كان موقفهم وقت القتال مع القذافي، كيف كان موقفهم وقت حكم القذافي. من ذلك الوقت هو الذي يمكن أن تقيم فيه الناس تقييم صحيح، نعم. لا خطأ فيه، نعم. لأن الفساد كان فاتح أبوابه على مصراعيه، صحيح. كل إنسان يستطيع أن يسرق، أن يكذب، أن ينافق، أن يرتشي، وأن يأخذ رشوة، نعم. يتولى سلطة، صحيح. أي صورة من الصور، كل الفرص متاحة أمامه، نعم. بل يقدر، يعمل هذا العمل يقدر. فإذا كان إنسان عفى وكفى في ذلك الوقت واتقى، نعم. الله، نعم. فهذا دليل أنه يخاف الله وأنه، صحيح. محل أمانة، صحيح. وهي نقطة إيجابية حقيقية، نعم. تنضاف إليه وينبغي أن يقدم على غيره. عندما نجمع هذه النقاط الإيجابية، نعم. نخلص إلى العدد المطلوب. لنفرض أن هناك 4 ولا 5 توفرت فيهم هذه الشروط كلها وكلهم حريصون على أن يتقدموا، أقول ينظى إلى المصلحة. أهل تلك الدائرة، نعم. ينبغي أن ننظر للمصلحة. إن كانت المصلحة تقتضي ترشيح 2 فقط، لأن الكفة المقابلة والجهة المقابلة ربما يعني تميل إلى الجهة، الانتخابات تميل الجهة القادمة إذا كان الجهة فيها أعداد كبيرة والجهة الثانية فيها أعداد قليلة، نعم. فتتوزع الأصوات على الناس الصالحين الخيرين. أقول يجب عليهم أن يضغطوا على هؤلاء الناس، وبعضهم لابد أن يضحي، نعم. نعم. ويترك، نعم. من أجل الحق، من أجل إقامة العدل، حتى تزيد أصوات الآخر، حتى تزيد أصوات طيب. الآخر، نعم. هذه مهمة جدا، لأن التنافس هذا يبقى، نعم. في غير محله، صحيح. ووجوده في هذه الحالة يؤدي إلى فساد ويفسد، نعم. القضية كلها، ويجعل بدل ما كان يريد أن يصلح، نعم. يفسد، صحيح. وتحصل الهزيمة بمن يريدون الحق ويريدون العدل، نعم. فلابد أن يأخذ هذا في اعتبارهم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، هذا السؤال له وهو مهم جدا، الإشكال في الاستفتاء على كون الشريعة هي المصدر الوحيد للدستور، يعني فهل يستفتى عامة الناس باختلاف درجاتهم على شريعة الله؟ وهل الشريعة هي حق فيلزم بها الناس أم اختيار الناس هو الحق؟ يعني هذه مسألة شيخنا. وممكن سؤال آخر، يعني ما هي الضوابط التي نلزم بها في الدستور؟ يعني هناك عبارات كثيرة، المصدر الوحيد، المصدر الأساس، في بعض الناس غير المصدر الأساس الوحيد وضع مصادر أخرى، يعني فنريد أولا المسألة مهمة شيخنا. المسألة مهمة. إيه؟ نحن في هذه المسألة يجب أن نحتاط احتياطا كاملا، لأن كما نعلم أو لأن نشاهد في مصر وفي كذا، نعم. العبارات القانونية أحيانا تدخل أنت في متاهات قانونية لا أول لها ولا آخر. صحيح. ولذلك لابد أن نحكم عبارتنا وتكون مضبوطة بحيث لا يمكن أن تخترق ولا يمكن أن يلتف إليها. نعم. وذلك الذي أقترحه الآن، ويجب على الناس الليبيين أن يحرصوا عليه إن كانوا يريدون تحكيم شرع الله، لابد أن يحرصوا عليه أن يكون هذا موجود في الدستور. جميل. المادة الأولى في الدستور، الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز إصدار أي قانون يخالفها، وكل القوانين التي تصدر مخالفة للشريعة الإسلامية باطلة. لم يكون نص محكم، هذا ضابط يعني ممتاز جدا، و هذا ضابط لا يخترق، لا يمكن بعد ذلك ان ياتيك اي شخص، جميل. ويلتف عليه ويقول لا المراد المصدر الوحيد، يعني مع المصدر الوحيد مش معناها يعني ما يجيش مصدر اخر معاه، بل هو مصدر ولا مصدر اساس، هناك مصادر فرعيه، والا الدولة الاسلام ولا مرجعيه الاسلام معناها ما فيش من امن ان تكون لها مرجعيه اخرى، هذا كله غير كافي. لابد أن يكون لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة، وكل ما يخالفها فهو باطل. بهذه الصورة نصل إلى ما نريد، وهذا واجب شرعي، واجب متعين، وكل الناس الذين يشاركون في الانتخاب نقول لهم رجال ونساء، يجب عليكم
الآن الإسراء إلى مراكز الانتخاب للتسجيل وأخذ بطاقات الاقتراع بهذه النية، الوجوب مقترن بهذه بارك النية. بارك الله فيك. إذا أنت ذهبت بهذه النية وأنت لتسجل من أجل أن تقيم شرع الله وعدل والعدل والحق والحكم بما أنزل الله، فأنت قد أديت الأمانة وكنت من المقسطين عند الله عز وجل يوم القيامة الذين هم على منابر من نور. أما إذا ذهبت الانتخابات من أجل الترأس أو الزعامة أو الحكم بالقول الوضعي، فأنت من الذين غشوا الله عز وجل خان الأمانة وخنت الأمانة التي أسئت إليك، والناس كلهم بعد ذلك سيلعنونك. أعوذ بالله. شيخنا الكريم، هو الوقت أزف على النهاية، لكن مسألة علاقة الدين والفتية بالسياسة وبعض الكلام الذي أن الشيخ أو العلاية يتحدث في السياسة، لماذا هذه الحجر يعني؟ ما هذا هو الذي يجعلنا ونريد أن ننبه إخواننا الآن الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات وهم المحسوبين على التدين والعلم الشرعي، نريد أن ننبههم إلى هذه الخطورة. نعم. لأنهم إذا لم يشاركوا وتولى ولاية الدولة الناس الذين لا يريدون تحكيم شرع الله، هذا هو مبدأهم الآن. مبدأهم يقولون لا علاقة للدين بالسياسة. نعم. الدين مكانه المسجد، يعني أنت اعبد ربك كما تشاء، لكن أنك تتكلم في الاقتصاد، في الصناعة، في السياسة، في الإدارة، في أي في الصحة، في الاقتصاد، في الاقتصاد، نعم، أبدا، في أي باب من الأجيال الأخرى. نعم. يقول لك أنت شيخ، ليست هذه مهمتك، وعليك أن تبقى في المسجد. هذا طبعا كلام لا أساس من الصحة، لأن الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه العزيز أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، كله يعني هذه عامة شاملة. هذه الآيات، هذه الآيات في السياسة وفي ولاية الأمر وفي الحلال والحرام وفي الاقتصاد وفي، فكيف يعني نأخذ بعض كتاب الله ونقبله ونترك بعض؟ أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. القائلون بهذا القول لا يتبعون الشرع ولا يحكمون الحق، وإنما يتبعون هواهم من أجل أن يصلوا إلى أغراض خاصة. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، ونتمنى حقيقة الجلوس معك وأن نستفيد من علمكم حفظكم الله تعالى. حقيقة جزاكم الله خير. لا يسعنا في هذا اللقاء لأن أشكر فضيلة الشيخ العلامة مفتي ديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى، والشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء، وإلى الملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.